بينما في سياسي عم بيجي يكب شعار قدام شخص يعني بعده منيشن على وديعته بالبنك ويقول له انه انا عندي مقاربة مختلفة وبرجع لك مصرياتك، صندوق إدارة ودائع، صندوق إدارة أصول، قدسية الودائع. ما في شيء كتير صعب تفسره أو تقنع العالم فيه اللي هالقد بعدها معلقة بأنه أنا عندي مصاري بالبنك، فأي شعار بينكبلهم يعني تلقائيا بيتشبطوا فيه. الناس اللي بعدها متوهمة أنه ودائع موجودة أو ممكن استعادتها، هذا الوهم يعني هو وهم أو لا مزبوط في مصاري بعض بالمصارف؟ بتوجه لأي مواطن أو أي مشاهد بالفكرة التالية: لا يوجد بالتاريخ مشكلة خصوصا اقتصادية أو غير اقتصادية ما لها حل. ما تعتقدوا في شيء؟ لا، دائما دائما في حل، بس حل على هالمستوى بده قرار سياسي. إذا المسؤول على القرار السياسي هو المسؤول على الانهيار، بربكم فسروا لي منطقيا كيف المسؤول على الجريمة يطلب منه يحل الجريمة؟ مستحيل. الجريمة على المستوى القيادة السياسية وبالأخص القيادة النقدية هني عم يعملوا. فيك تفسر لي بأي قانون، بأي مبدأ، بأي ممارسة دولية بيجي حاكم مصرف مركزي أو هي المجلس المركزي بيقول هلأ الدولار بالسوق 110,000 أنا بدي أعطيك إياه 15,000، على أي أساس؟ كيف له حق؟ وبقى لك حق تسحب أكثر من هيك؟ قرر يمكن الصبح متروق منيح قالوا لا تستند إلا أي قانون أو أي مبدأ، وبالوقت نفسه والإهانة الكبرى بيقولوا لكم الودائع مقدسة. هني الودائع المقدسة تبعيتهم هني مليات مليون دولارات اللي حاطينا برا، لذلك لا رح أقول لا تأملوا شيئا من هالسلطة السياسية، مش لأنه ما بتقدر، مش لأنه ما بتريد، ليه؟ لأنه أي حل سوف يكشفها. بدي أعطيك مثال بسيط. دائما دائما حتى دوكان مبعوث الرئيس ماكرون كررها، والبنك الدولي شو بيقولوا لهم؟ بتكون كهرباء في قرض، هلا بيمرق أردن سوريا ما في شرطين، هذه صار لها شي سنة ونص سنتين، تعرف شو الشرطين؟ هيا ناظمي، هيا ناظمي عينه كم شخص ABC. ليه؟ لأنه مختلفين لمين؟ هول هني ومين هني؟ هني ثلاثة، يعني حزب الله، أمل، التيار الوطني الحر، ورئيس المجلس الوزراء. مين بدنا نحط؟ يعني من هيدي إهانة للشعب اللبناني. والنقطة الثانية، تعرف أنه مؤسسة عامة كهرباء لبنان وخلافا للقانون، القانون بيقول لازم يكون عندها تنشر ميزانيتها، مظبوط، البالانس شيت، ما في. بنك الدول يشوف لدولة بيقول لها أنا بساعدك بس هيدي مؤسسة الكهرباء تنشر حساباتها. بس هيدي العرقلة اللي بعيدا عن يعني بالإضافة إلى الشق السياسي، مش كمان إلى شق مالي اقتصادي، على اعتبار إذا أنا بحسن أداء مؤسسة عامة مثل مؤسسة كهرباء اللي هي كهرباء الدولة بالنهاية، أنا ممكن يعني إحنا ما بيخفى على حدا حجم الكارتيل النفطي، المحروقات، اللي الموترات، الموترات. بس شو هيدي الدولة موترات ما بتقدر تضبطها؟ مش جزء من عدم رغبة الوصول إلى أداء أفضل لمؤسسة مثل مؤسسة كهرباء لبنان هو للحفاظ على هذا؟ مش إنه ما بدهن أداء أفضل، هني مسؤولين عنها. مجرد تطلع على حساباتها بينكشف الوجه السياسي تبعها شو عم بيصير. مثلا وزارة النفط ووزارة المالية هني مسؤولين عنها، ما إنه تركينا سنوات بخروقات وبدون حسابات وهني هيدي مسؤوليتهم، هي مسؤوليتهم، مسؤولية سياسية. بس لأنه انتبه ماضيت أنه ما عم بيجربوا وما بيقدروا، لا لا، هيدا قرار ما بدهم يعملوا أي إصلاح، لأنه أي إصلاح بيكشفهم وبيضعفهم سياسيا. إذا انتبه بدي كرر وشدد، عدو الإصلاح وعدو تحسن وضع الناس والمودي عدوكم، العدو بستعمل مش الخصم، العدو تبعكم لأنه عم بيضركم بمصالحكم يوميا، هو هيدي بالسلطة السياسية اللي عم يرفض ياخد أي قرار يزبط الأوضاع وبطريقة فاضحة.